واستيقظت أم حبيبة وأخذت تردد: أم المؤمنين، هل سأصبح أما للمؤمنين حقا؟ بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ونكمل ما بدأناه بالأمس عن السيدة أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها. لقد مرت الأيام وعاش الزوجان في سعادة، ورزقهما الله بطفلة أسمياها حبيبة، وأحاطهما النجاشي ملك الحبشة كما أحاط كل مسلم برعايته وعطفه، ووفر لهم الجو المناسب للعبادة والصلاة. ولم تستمر سعادة الزوجة طويلاً، فقد لاحظت تغيراً كبيراً في سلوك زوجها، إذ أصبح لا يفيق من الخمر. قالت أم حبيبة: لقد تغير حالك يا عبيد الله بعدما أصبحت تعاقر الخمر نهاراً ومساءً. لا شأن لك يا رملة، منذ متى وأنت وصية علي؟ ألا تعلم أن الخمر أم الخبائث كما أخبرنا الرسول الكريم؟ قلت لا شأن لك، وياك أن تحدثيني في هذا الأمر ثانية. باتت رملة طوال الليل تفكر في أمر زوجها وما أصابه، واستسلمت للنوم، ولكنها سرعان ما نهضت مذعورة. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، يا له من حلم بشع. اللهم الطف بنا يا رب، اللهم الطف بنا ولا ترينا ما نكره. ما بك يا رملة؟ وما هذا الخوف الذي يرتسم على وجهك؟ لقد رأيت رؤيا مخيفة. أما هذه الرؤيا التي أفزعتك إلى هذه الدرجة؟ وهل تخصني أم تخصك؟ بل تخصك يا عبيد الله، فقد رأيتك في أسوأ صورة وأبشع خلقة. ماذا يضحكك يا عبيد الله؟ ليس هناك أسوأ مما صرنا إليه يا زوجتي العزيزة. ماذا تقصد بقولك؟ لقد جلب علينا دين محمد الشر، ومنذ اتبعناه ونحن نعيش في ضيق ومعاناة. بل كنا في ضيق وشر قبل أن نتبعه، فلما آمنا به شرح الله صدورنا وأنهار قلوبنا وبصائرنا. عبيد الله، ماذا تخفي عني؟ لقد تركت دين محمد وآمنت بدين أهل الحبشة، وأرى أن تفعلي مثل ما فعلت، فإن ذلك خير لنا. وها قد تحقق ما رأيته في منامي. افعل ما شئت، فما أنا بالتي تترك الإسلام وتعود للشرك أبدا، ووالله ما هذا خير لك، بل هو شر وخسران. راحت رملة تفكر في مصيرها بعد أن ارتد زوجها عن الإسلام وفارقها. هل تعود إلى مكة ليعذبها أبوها ويشمت بها قومها، أم تبقى في بلاد الحبشة وحيدة مع ابنتها حبيبة، وتعيش قسوة الغربة والابتعاد عن الأهل والوطن؟ وأغلقت أم حبيبة دارها على نفسها، وانتظرت ما سوف تسفر عنه الأيام وتظهره الأقدار. وذات ليلة، وبينما هي في حزنها غارقة، واستيقظت أم حبيبة وأخذت تردد: أم المؤمنين، هل سأصبح أما للمؤمنين حقاً؟ ولم تمر سوى أيام قليلة على هذه الرؤيا حتى سمعت على بابها دقات،
فأسرعت لتفتح، فإذا بها جارية النجاشي، وكانت تدعى أبرهة. أبشري يا أم حبيبة. بشرك الله بكل خير يا أبرهة. رسول الله أرسل إلى الملك ليزوجك له، ويطلب منك أن توكلي من يزوجك. لا أصدق ما أسمع. أم المؤمنين، سأكون أماً للمؤمنين. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب وأحمدك. خذي يا أبرهة، خذي هذه الأساور الفضية، وخذي أيضاً هذه الخواتم وهذا الخلخال يا وجه الخير، ولو كان عندي أكثر لأعطيتك إياه. أستحلفك بالله، إذا أتيت رسول الله فأقرئيه مني السلام، لقد اهتديت للإسلام. أفعل إن شاء الله. أرسلت أم حبيبة إلى ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص، وجعلته وكيلا عنها في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المساء اجتمع المسلمون في قصر النجاشي. الحمد لله الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم. أما بعد، فإن رسول الله كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله، وقد أصدقتها 400 دينار. فأجابه خالد بن سعيد بن العاص وكيل الزوجة قائلا: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستنصره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله، وزوجته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مبارك عليك يا أم حبيبة. وابتهج المسلمون في الحبشة بهذا الزواج العظيم، فقد جاء تتويجا لصبر أم حبيبة وتمسكها بدين الله، كما جاء ليخرجها مما كانت تعانيه بعد فراق زوجها لها وارتداده عن الإسلام، فقد أصبحت زوجة لسيد ولد آدم وأما لكل المؤمنين. وأعد النجاشي وليمة عظيمة ابتهاجا بهذه المناسبة. اجلسوا، فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يطعموا طعاما. لما وصل إلى أم حبيبة صداقها من المال، أرسلت إلى الجارية أبرهة التي بشرتها: يا أبرهة، إني كنت أعطيتك يومئذ ما أعطيت ولم يكن عندي مال، هذه 50 دينارا، خذيها واستعيني بها. بارك الله لك يا سيدتي، لقد أمرني الملك ألا آخذ منك شيئا، وأن أرد ما أعطيتنيه من قبل، فقد كافأني بنفسه. أشكرك يا أبرهة، هل لك حاجة أقضيها لك؟ حاجتي إليك أن تقرئي على رسول الله مني السلام، وتعلميه أني قد اتبعت دينه. واستعدت أم حبيبة للرحيل إلى المدينة المنورة ولقاء الحبيب، وذلك في السنة 7 للهجرة، وخفق قلبها بالحب والإيمان وهي تركب راحلتها في طريقها لرسول الله. وزف أهل مكة الخبر إلى أبي سفيان:
أما علمت بالخبر يا أبا سفيان؟ لقد تزوج محمد ابنتك رملة. نعم علمت. ما لنا نراك هادئا راضيا، ولا تغضب يا ابن حرب. ولماذا أغضب؟ هو الفحل لا يقطع أنفه. أراك رضيت إذن بهذا الزواج، بل وفرحت له. إنه أشرف العرب على الإطلاق، وحق لمن يصاهر محمد أن يفخر ويأتيها على الناس جميعا. ولم يجد العرب ما يقولونه تعليقا على كلام أبي سفيان سوى قولهم حقا، الحق ما شهدت به الأعداء. احتفلت المدينة بهذا الحدث العظيم حين زفت أم حبيبة، وكان عمرها يومئذ 36 عاما، على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى في شأن هذا الزواج المبارك قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. فكانت المودة التي جعل الله بينهم تزويج النبي بأم حبيبة بنت أبي سفيان، فصارت أم المؤمنين، وصار أخوها معاوية خال المؤمنين. استقبلت المدينة المنورة رملة والمهاجرين من الحبشة بالبشر والترحاب، ودخلت رملة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبوأت مكانها في حياة النبي، فهي امرأة جاهدت في سبيل الله وصبرت على الابتلاء، فكافأها الله تعالى بالزواج من رسوله صلى الله عليه وسلم. غير أن ما كان يؤرقها هو كفر أبيها الذي رباها وأنفق عليها، وتمنت أن تحدث المعجزة ويسلم أبوها وينضم إلى كتيبة الإيمان. وحين عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، أرسلت قريش أبا سفيان كي يفاوضه على مد الهدنة بعد أن نقضوا العهد الذي وقعوه في الحديبية. لقد جئت إليك يا ابنتي لكي تشفعي لي عند زوجك، فقد علمنا أنه ينوي غزو مكة حيث أهلك وعشيرتك. سكتت رملة ولم تجب، فهي تعرف أن رسول الله ما دام عزم على شيء فسيمضي إليه، لأنه لا يتحرك عن أمره، ولكنه يسير تبعا لإرادة السماء. وهم أبو سفيان أن يجلس حتى يعود رسول الله فيكلمه بنفسه، فنظر في أرض الحجرة فوجد فراشاً فأراد أن يجلس عليه، لكن ابنته أسرعت وطوت الفراش قبل أن يصل إليه. لما طويت الفراش عني يا ابنتي؟ ورب محمد، ما رفعت هذا الفراش إلا لأنك رجل مشرك بالله، فكيف آمنك على فراش جلس عليه رسول الله؟ يا ابنتي، لقد أصابك بعدي شر. بل أنت الذي أصابك الشر كله بكفرك بالله. عاشت السيدة أم حبيبة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 33 سنة، متمسكة بهديه، سائرة على سنته، كما كانت رضي الله عنها حسنة الصلة بأمهات المؤمنين، حريصة على ودهن واسترضائهن. وتوفيت بالمدينة عن 68 سنة في خلافة أخيها معاوية بن أبي سفيان. رحم الله أم حبيبة
المرأة القوية الثابتة المخلصة. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.